مو بإيدي. شبك والله كنت مفرفشة. شو؟ أنا اشتركت لما ضفتني كذاب. شكلها انزعجت لقيتني هون. شو؟ انزعجت لقيتني هون يمكن ما؟ ما فهم إنه يعني لا ليك لا ما والله ما بدي أحكي عليك. عادي يعني لا. سلمت على الكل بس ما اعطت رياكشن فلهيك عادي يعني لا لانه انت بتعرفي يعني انه شو القصص يعني فما ضروري تلبسي وش الملاك علي. انا عم بلبس وش الملاك تراني افكار ما عملت شيء علي طبعا ما رح تعملي شيء يعني بس انه بتعرفي انت انه في شو القصه بيناتنا يعني. عم تمزح ولا شو الوضع؟ حلو الحكي. لا بس مثل شو؟ أنا يا حبيبتي أنا بس الاستغباء ما بحبه يعني. لا يا حبيبتي تركت لك الاستغباء لك بس شو المواضيع على شو اللي الاستغباء على شو أنت الجوز؟ لا 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 عادي عادي بس بدي أعرف أنا شو الشغلات اللي عاملتها إلا إذا في وحدة كانت مع تحكي لعني شغلات هذاك الوقت بيختلف الموضوع. لا لا هلا أنا كطبيعتي ما يعني ما بسمع من حدا. دقيقة بس إنه صاير شي بيناتكم قبل شوي على الخاص يعني؟ لا 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 ما بنحكي نحن اصلا على الخاص. لا 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 ما في بس انا ما يعني انه طار انه في قصه انه هي بتعرف شو في فانه تطلع على اللايف وانه طلعوا يا جماعه انا عم سلم على هي ما عم ترد انه هي يعني من تحت لتحت ما حلوه هالحركات فانه خلص يعني انه طالعين سوا ما في شيء خلص خليكي يعني هاديه الا اذا اشتقتي للاكسبلورات شيء ثاني. ترى انا عم بتصرف باصلي جيت سلمت لانه السلام لله عرفتي كيف؟ ما لا لا سلمت مو سلمت اليسار سلمت عليكم انتم الجوز بس هي ما اعطت ولا رياكشن كملت معك ولا كانه في موضوع ولا كانه في شيء. سمعت سلمت لك الفك انت طبعا رح تتعاملي بس لكنه نحن لايف بس العالم ما بتعرف شو في ورا اللايف صح ولا لا؟ شو ما سمعت انا ما كنت مركزه عم اقول لك طبعا رح يعني تتعاملي باصلك لانه نحن لايف اما ورا اللايف يعني ما حدا بيعرف شو في ف انا جات ما بحكي معك على الخاص ولا عملت معك شي موضوع حتى يا اخي لا 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 بس سوري بس يعني نظامي شو دخل كانت تقعد تنسولف علي شو دخل الخاص؟ ما انا شفتك على الواقع صح ولا لا؟ شو ما شو دخل الخاص؟ شفتك على الواقع بس بنتي بلا ما احكي انا ما عملت شيء ترى الواقع عرفنا مين التنتين اللي قعدوا عملوا حركات مشبسه او من الطاوله على كل حال انا حامل طارق خلص شكرا هنزل انا. انت عم تحكوا على قصه الحفله كثير عم تحكوا على قصه الحفله؟ قصه الحفله من وقت الحفله لهلا القصه؟ انا ما عندي مشكله مع البنت بالعكس سلمت انا وعادي خلص تمام هاي القصص هدول على اللايف مع جد ما حلوه انك تطلعي انه بس مشان تبينين بصوره سيئه انا سلمت وهي ما ردت ما